يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها سلام بجوامع السلام يا ابن القيمه فاطمه ما دام ليل او نهار وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه السادسه والستون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك اعطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات, محطات الطريق, الطريق فارغة سألتحف الفراغ وغربة, وغربة الأيام هم تضحك أيامي وأشوف أنك هم تضحك أيامي وأشوف فنك. فنك. لو, حزن لو حزن أسود, أسود. يظل <يضرتو> طول الطريق, الطريق الدرب, الدرب مو حش يا إمام مو حش مو حش يا إمام الدرب مو حش يا, يا, يا إمام لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين. وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي إلى متى إلى متى أحار فيك يا مولاي وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى عزيز علي يا إمام عزيز علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذلك لك عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والقوى هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلق هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هذا هو الجزء الثاني عشر من الحديث الذي عنونته مثل ما مر علينا في الحلقات المتقدمة المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. لا زال الحديث يتواصل متسلسلا تحت هذا العنوان. وصلت معكم في الحلقه الماضيه الى بيان جانب من الاحاديث الشريفه التي تخبرنا عن وجود عدد هائل من الكائنات والمخلوقات في سمائنا الدنيا في كوننا الوسيع الفسيح الذي نحن جزء صغير منه كل هذا تقدم وبالمعطيات الواضحه البينه ولا اريد ان اطيل في هذا الجانب فعندي الكثير من المطالب وانا احاول قدر الامكان ان اختصر وان اوجز فيما ابينه لكم في هذه الحلقه صار واضحا لدينا لدي ولديكم من خلال المعطيات التي عرضت في هذه المجموعه اتحدث عن مجموعه الحلقات التي عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول من خلال ما تم عرضه في حلقات هذه المجموعه فيما تقدم من حلقاتها صار واضحا لدينا عظمه المشروع المهدوي من خلال معطيات عرضت لا من خلال كلام انشائي قد يكون فارغ المحتوى غايه ما فيه تدبيج عبارات وتسطير كلام ما عرضته لكم من المعطيات يؤكد بشكل واضح عظمه المشروع المهدوي وفي الوقت نفسه يكشف عن صحه مسار التعظيم وعن ضلال وخطا مسار التقزيم كل هذا مر علينا الى اين سيوصلنا لا بد ان يوصلنا الى نتيجه واضحه النتيجه الواضحه التي نصل اليها ونتلمسها من خلال احاديثهم من خلال كلماتهم صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين من ان الامام في يوم الخلاص حينما تبدو من ان الامام في يوم الخلاص حينما تبدا الخطوات الاولى فانه سيقوم بتغيير هائل مشروع عظيم بعظمة مشروع الحجة ابن الحسن عقلا ووجدانا وتجربة لا يمكن ان يتحرك بشكل صحيح من دون ازاله هذا الواقع الاعوج والضال المتهرئ واتحدث بالدرجه الاولى عن واقعنا الشيعي فواقعنا الشيعي واقع ضال مرتكس في الضلال إلى أبعد الحدود. والقضية ليست جديدة. لقد ارتكسنا في الضلال منذ سنة 448 للهجرة حينما أسس الطوسي حوزة النجف وفتح علينا أبواب الضلال ومنذ ذلك اليوم والى هذه اللحظه والشيعه تزداد ارتكاسا في ضلالها وفي بعدها عن امام زمانها فامامنا منطقي جدا ان يقوم بازاله هذا الواقع بكل شؤونه واقع قذر اسسه مراجع الشيعه انهم المراجع المرجئه وهذا ادل دليل على ضلالهم فامامنا سيقوم بازاله هذا الواقع بكل شؤونه سيؤسس لواقع جديد واقع التشيع للمراجع المرجئه البتريه سيزيله إمامنا من أوله إلى آخره وهم أيضا سيخرجون لحربه وقتاله وسيقضى عليهم ألا على لعنة عليهم ألا على لعنة على مراجع النجف وكربلاء الذين سيخرجون بقضهم وقضيضهم لقتال امام زماننا حينما يصل الى العراق. الا لعنه عليهم ولعنه على مقلديهم واتباعهم الذين يناصرونهم وهم اكثر الشيعه اتحدث عن شيعة العراق وحتى عن غير شيعة العراق، لكن الطامة الكبرى مثلما تورط العراقيون في قتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولم تكن أعداد الشيعة في ذلك الوقت هائلة جدا. أعداد الشيعة صارت كثيره وكبيره في زماننا فمثلما تورط العراقيون بقتل الحسين صلوات الله وسلامه عليه سيتورط العراقيون الشيعه بقتال صاحب الامر لماذا لان مراجع النجف وكربلاء سيرفعون راياتهم حربا للحجه بن الحسن وسيبايعون السفياني هذه الحقائق مذكوره في احاديث العتره الطاهره ومر ذكرها ومر الحديث بخصوصها لا اريد ان اكررها في هذه الحلقه الامام صلوات الله وسلامه عليه سيهدم ما كان قبله غيبه النعماني طبعه انوار الهدى الطبعه الاولى قم المقدسه صفحة 238 إنه الحديث السابع عشر بسنده عن عبد الله بن عطاء قال سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه فقلت إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس فقال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله ويستأنف الاسلام جديدا هذا يعني ان الذي عليه الشيعة ما هو الاسلام اما نواصب السقيفة فقد خرجوا من الاسلام قبل ان يدفن رسول الله صلى الله عليه واله حين عقدوا سقيفتهم البغيضه المشؤومه الملعونه لا شان لنا بهم حديثنا عن الذين يقولون نحن شيعه عبد الله بن عطاء هكذا يقول سألت أبا جعفر الباقر إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: يهدم ما قبله كما صنع رسول الله جاء رسول الله والناس في جاهلية جهلاء وسيأتي صاحب الأمر كذلك والحديث عن الشيعه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه اخبرنا من ان الشيعه سيتهون تيها هذا التيه سيكون اضعاف تيه بني اسرائيل ومن انهم سيكونون في جاهليه هي اسوا بكثير من الجاهليه الاولى لهذا السبب فان امام زماننا صلوات الله عليه سيهدم ما قبله اذا قام القائم باي سيره يسير في الناس فقال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله ويستانف الاسلام جديدا يستانف يبدا من جديد يؤسس من جديد يفتتح الامر من جديد كل شيء جديد كتاب جديد امر جديد مثال جديد كل شيء جديد يهدم ما قبله كما صنع رسول الله ويستانف الاسلام جديدا علينا ان نلتفت الى ان الاسلام الذي عليه نحن ما هو بالاسلام المرضي عند الحجه ابن الحسن والا لماذا سيستأنف اسلاما جديدا سيبدا من الصفر ايضا في الكتاب نفسه في غيبة النعماني صفحة 173 إنه الحديث العاشر أيضا عن عبد الله ابن عطاء يقول قلت لأبي جعفر الباقر صلوات على الباقر وآل الباقر قلت لأبي جعفر الباقر أخبرني عن القائم فقال والله ما هو أنا لأن عبد الله بن عطاء يبدو من خلال سؤاله ومن خلال جواب الإمام كان يتوقع أن الإمام الباقر هو القائم هذا الذي يبدو من السؤال ومن الجواب قلت لابي جعفر الباقر اخبرني عن القائم فقال والله الامام اقسم والله ما هو انا ولا الذي تمدون اليه اعناقكم هذه التصورات في اذهانكم عن انني انا القائم او انكم تفكرون في برنامج للقيام ولظهور الحق في هذا الزمان كما تتخيلون فما ذلك بصحيح ظنونكم خائبه والله ما هو انا ولا الذي تمدون اليه اعناقكم هذا الذي تفكرون فيه تمدون اليه اعناقكم تتطلعون اليه لان الانسان اذا اراد ان يتطلع الى شيء بعيد عنه لا يستطيع رؤيته بسهوله سيكون مضطرا ان يمد عنقه تعبير كنائي فقال والله ما هو انا ولا الذي تمدون اليه اعناقكم ولا تعرف ولادته فالامام يقول لهم انا ولادتي معروفه وحين ولدت علم الهاشميون بذلك وعلمت الشيعه بذلك وحتى غير الشيعه كثيرون علموا بولادتي اما الحجه بن الحسن وهو القائم قائم ال محمد فانه حين يولد يولد سرا في السر عبد الله بن عطاء يقول للباقر صلوات الله عليه اخبرني عن القائم وفي نفسه شيء يدور الامام اجابه كي يزيل هذا التصور الخاطئ من ذهنه فقال والله ما هو انا ولا الذي تمدون اليه اعناقكم ولا تعرف ولادته هذا هو القائم قلت بما يسير فقال بما سار به رسول الله هدر ما قبله واستقبل التعبير دقيق جدا وواضح وصريح هدر ما قبله هذا التعبير هدر ما قبله يشير إلى أن الذي كان لا قيمة له. إنها مزبلة، هذا هو الواقع. دين المزابل. دين الثقوب الأسافل في أسافل الجسم، هذا هو الهم الأول والأخير لمراجع حوزة النجف وكربلاء. ثقوب في أسافل جسم الرجل والمرأة هم حائرون في ليلهم ونهارهم إلى أن يموتوا ماذا يخرج من هذه الثقوب وماذا يدخل فيها هذا هو الدين الموجود دين المزابل والعقائد جاءوا بها من النواصب والأحاديث الشريفة أحاديث التفسير وأحاديث المعارف أنكروها وهم يجهلون فقهها وحقائقها دين مزبل ولذا فإن الإمام سيهدره هدر ما قبله واستقبل فاي نواب لصاحب الزمان اذا كان دينهم سيهدره صاحب الزمان فاي نواب هؤلاء هذا ادل دليل على ان دينهم ما هو بدين صاحب الزمان وهذا يدل على انهم كذابون ما هم بنواب لصاحب الزمان وإلا لماذا يهدر دينهم هدر ما قبله واستقبل قد يقول قائل من أن المشروع المهدوي الأعظم سيكون ناسخا لما كان من دين صحيح في زمان الغيبة اولا هذا الكلام لا دليل عليه وثانيا اذا كان ناسخا فانه سيكون ناسخا للاحكام العقيده ماذا تقولون بشانها لماذا سيهدرها لانها عقيده ضاله فهؤلاء لو كانوا نوابا لصاحب الزمان لكانت على الاقل عقيدتهم او على الاقل لكان جانب من عقيدتهم على الهدى كلام الامام الباقر واضح والروايات كثيرة في هذا المضمون. انا اعرض لكم نماذج من هذه الاحاديث واقرأ عليكم من كتاب غيبة النعماني الذي توفي سنة 360 للهجرة وهو من علماء الغيبه الاولى كان تلميذا للكليني صاحب الكافي وكان كاتبا له قد اعان الكلينيه في جمع كتاب الكافي الشريف امامنا الباقر كلمته واضحه هكذا يقول هدر ما قبله واستقبل بدا مستقبلا جديدا بدا امرا جديدا هذا هو تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي لمؤسس حوزة النجف الجزء السادس من تهذيب الأحكام للطوسي وطبعة طبعة نشر صدوق طهران، إيران صفحة 169 الباب السابع عشر باب سيرة الإمام الحديث الأول بسنده عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه محمد ابن مسلم يقول سألت أبا جعفر عن القائم عجل الله فرجه إذا قام بأي سيرة يسير في الناس فقال بسيرة ما سار به رسول الله حتى يظهر الإسلام أو حتى يظهر الإسلام. المعنى واحد حتى يظهر الإسلام أو حتى يُظهِر الإمام الإسلام. محمد بن مسلم يسأل الإمام الباقر إذا قام القائم بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال بسيرة ما سار به رسول الله حتى يُظهر الإسلام قلت محمد يقول وما كانت سيرة رسول الله هذا سؤال محمد بن مسلم وما كانت سيرة رسول الله الإمام يجيب إمامنا الباقر أبطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل، العدل هو الحق. انه عدل الدين والدنيا. ابطل ما كان في الجاهلية واستقبل الناس بالعدل وكذلك القائم إذا قام يبطل ما كان في الهدنة. الهدنه في احاديث العتره عنوان للغيبه فنحن في زمان الغيبه ونحن في زمان الفتره ونحن في زمان الهدنه هذه العناوين الائمه يطلقونها على زمان الغيبه وهناك عناوين اخرى الغيبه الفتره الهدنه الستره يكون الامام مستورا وكذلك القائم اذا قام يبطل ما كان في الهدنه في زمان الغيبة مما كان في ايدي الناس ويستقبل بهم العدل قطعا البدايه من الشيعة فالاحاديث تخبرنا من ان امام زماننا اول ما يبدا يبدا بكذابي الشيعة هكذا اخبرونا ائمتنا البدايه من الشيعه فالامام يشكل مركز قراره ويؤسس غرفه عملياته وينشئ مقر حكومته ويؤسس أسس عاصمته أين في الواقع الشيعي من هنا تكون البداية محمد ابن مسلم يسأل الإمام الباقرة صلوات الله وسلامه عليه عن القائم إذا قام باي سيره يسير في الناس الامام اجاب بسيره ما سار به رسول الله حتى يظهر الاسلام محمد بن مسلم يسال ثانيه وما كانت سيره رسول الله امامنا الباقر يجيب ابطل ما كان في الجاهليه واستقبل الناس بالعدل وكذلك القائم اذا قام يبطل ما كان في الهدنه في زمان الغيبه مما كان في ايدي الناس ويستقبل بهم العدل نذهب الى فاصل. عن ابن اذينة قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال, قال قال لي ابو, أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه انك لو رايت السفياني رايت اخبث الناس اشقر احمر ازرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه انه يدفن, يدفن ام, أم ولد, ولد له, له وهي حية, حيه مخافه ان تدل, تدل عليه علي صار واضحا لدينا من الاحاديث التي تلوتها على مسامعكم فيما يرتبط بسيره امام زماننا حين ظهوره الشريف انه يهدر ما كان قبله ويستقبل من جديد هذا هو الذي سيقوم به قائم ال محمد صلوات الله عليهم هذا يقتضي ان ياتي ببرنامج جديد متكامل حتى ينسجم هذا مع عظمه مشروعه انه مشروع يتجاوز الارض مشروع يمتد الى افاق هذا الكون الفسيح ومشروع تتعانق فيه عوالم الغيب مع عوالم الشهاده في الجزء الثاني والخمسين من بحار الأنوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 318 إنه الحديث الثامن عشر بسنده عن رفيد مولى ابي هبيره عن امامنا الصادق ساخذ من الحديث موطن حاجتي التي ترتبط بموضوع هذه الحلقه رفيد يقول عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال لي يا رفيد كيف انت اذا رايت اصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة الفساطيط يعني الخيام انها الخيام الكبيرة الخيام الكبيرة العظيمة يقال لها الفساطيط يا رفيت كيف انت اذا رايت اصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفه وماذا بعد ثم اخرج الامام ثم اخرج المثال الجديد هذا هو البرنامج المتكامل يخرجه لنخبه اصحابه كي يشرحه لهم وبعد ذلك هم ينقلونه تبليغا وتطبيقا في الشيعة اولا وفي الارض ثانيا وبعد ذلك حيثما امتد مشروعه في هذا الكون العظيم الامام الصادق يقول لرفيت يا رفيت كيف انت اذا رايت اصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفه هذه الفساطيط تضرب في مسجد الكوفة في داخل المسجد هناك فساطيط ستضرب بجانب المسجد تلك الفساطيط لابناء العجم كاني كاني امير المؤمنين يقول كاني 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 بابناء العجم انهم ابناء الفرس انهم فرس ايران كاني 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 بابناء العجم يضربون فساطيطهم على ابواب مسجدكم هذا على ابواب المسجد والمسجد له عده ابواب كاني كاني بابناء العجم يضربون فساطيطهم على ابواب مسجدكم هذا يعلمون اولادكم القران كما نزل لانكم يا شيعه العراق لا تعرفون القران كما نزل هكذا علمتكم حوزه النجم هكذا علموكم هذه فساطيط عند ابواب المسجد حول المسجد فساطيط ابناء العجب فساطيط النخبه من اصحاب القائم ستقام داخل المسجد ولذا فإن الإمام سيخرج لهم المثال الجديد، ماذا تقول الرواية؟ الإمام هكذا قال لرفيد: يا رفيد يا رفيد كيف أنت إذا رأيت أصحاب القائم قد ضربوا فساطيطهم في مسجد الكوفة؟ وبعد ذلك ماذا ثم اخرج الامام ثم اخرج المثال الجديد وما تعليم ابناء العجم لابناء العرب من شيعه العراق القران كما نزل الا جزء من هذا البرنامج الجديد ثم أخرج المثال الجديد الكلمة هنا مهمة على العربي شديد على العربي على العربي الشيعة بالدرجة الأولى الإمام هنا يتحدث مع رفيد ورفيد شيعي ويحدثه عن أصحاب القائم واصحاب القائم شيعه ويحدثه عن مسجد الكوفه ومسجد الكوفه شيعي ويحدثه عن فساطيط تقام في مسجد الكوفه وهذه الفساطيط شيعيه لانها لاصحاب القائم والامام هو امام الشيعه يخرج لهم المثال الجديد وهذا المثال الجديد شيعي وهناك الفساطيط فساطيط ابناء العجم قد ضربت عند بوابه من بوابات المسجد كاني بابناء العجم يضربون فساطيطهم عند ابواب مسجدكم هذا عند مسجدكم هذا يعلمون اولادكم القران كما نزل هؤلاء الذين يعلمون شيعه والذين يعلمون شيعه الحديث عن العرب الشيعه ثم اخرج المثال الجديد على العربي شديد لا اريد ان اعلق اكثر من هذه البيانات التي وضعتها بين ايديكم الصوره واضحه الصوره واضحه سيكون هذا المثال الجديد على العرب الشيعه شديدا لانهم ما كانوا يدينون بدين العتره كانوا يدينون بدين المرجعيه المرجئه فيجدون ما هو مذكور في تفاصيل المثال الجديد يجدونه منافرا لدينهم وقد سمعوا من مراجعهم المرجئه البتريه سمعوا منهم ان دينا بهذه المواصفات وان دينا بهذه المعتقدات مثلما هو في المثال الجديد ضلال بحسب فتاوى حوزه الطوسي ما هي هذه الحقيقه الواضحه حوزه الطوسي ترفض تفسير علي وال علي للقران حوزه الطوسي تشكك في الزيارات والأدعية التي عندنا، ولا تعتمدها في استنباط العقائد والمعارف الدينية. حوزة الطوسي تعتمد المنهج الكلامي الناصبية في استنباط العقائد، وتعتمد المنهج الأصولية الشافعية المعتزلية في استنباط الأحكام حوزة الطوسي ترفض أكثر من تسعين بالمئة من أحاديث العترة الطاهرة وفقا لعلم الرجال ولمسلك الأسانيد والتوثيق والتعديل والتجريح إلى غير ذلك حوزة الطوسي حوزة لها دينها الذي يختلف بشكل كامل عن دين العترة الطاهرة ثم أخرج المثال الجديد على العرب شديد على العرب شديد نذهب إلى فاصل عن, عن هشام بن, بن سالم, سالم عن, عن إمامنا, إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه, الله وسلامه عليه حيث قال ما, ما يكون هذا الأمر حتى لا يبقى, يبقى صنف من الناس إلا وقد ولوا على الناس حتى لا يقول قائل إنا لو ولينا لعدلنا ثم يقوم القائم بالحق والعدل وعن, وعن ابي بصير عن امامنا الباقر صلوات الله, صلوات الله وسلامه, وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من, من السنين تسع, تسع واحده, واحدة ثلاث خمس وقال إذا, اذا اختلفت, اختلفت بنو اميه ذهب ملكهم, ملكهم ثم يملك بنو العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضاره من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فاذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف اهل الشرق واهل الغرب نعم واهل القبله ويلقى الناس جهد شديد مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء فإذا, فإذا نادى, نادى فالنفق النفق فوالله لكأني أنظر, أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا, لا يرد, يرد له, له. راية أبدا, ابدا حتى, حتى يموت. يموت في غيبة النعماني ايضا صفحة 333 انه الحديث الرابع بسنده عن علي ابن عقبة ابن خالد عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستانف المثاني قد يكون عنوانا للقران كله وقد يكون عنوانا لسوره الفاتحه وقد يكون عنوانا لجزء من القرآن مثل ما قلت لكم المثاني قد تطلق على القرآن كله وقد تطلق على الفاتحه كلها على سوره الفاتحه وقد يطلق هذا العنوان على جانب من القرآن على جزء على بعض القرآن الذي يبدو من النص فإن المثاني هنا عنوان لحقائق القرآن والتي ستتجلى في هذا البرنامج الجديد في هذا المثال المستانف كاني بشيعه علي في ايديهم المثاني يعلمون الناس المستانف انه المثال المستانف انه المثال الجديد فإن الفساطيط ستضرب في داخل المسجد وعلى أبواب المسجد فمساحة المسجد ما هي كبيرة جدا حتى تسع الجميع فهناك فساطيط ستكون في داخل المسجد وفساطيط ستكون خارج المسجد، تحيط بالمسجد، انهم يعلمون شيعه العراق، الشيعه العرب، يعلمونهم القران كما نزل، ويشرحون لهم بعد ذلك البرنامج الجديد، انه المثال المستأنف، كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف هذا التعبير من الإمام الصادق كأني بشيعة علي هذا التعبير يريد أن يلفت أنظارنا إلى أن الشعار الرئيسي في البرنامج المهدوي هو هذا الدعوة إلى موالاة علي والبراءة من عدوه هذا هو الشعار الرئيس يا لثارات الحسين هذا شعار حركي الشعار العقائدي الاستراتيجي الرئيس للمشروع المهدوي موالاة علي وأوليائه والبراءة من أعدائه هذا هو الشعار الرئيس وبرنامج الحجة ابن الحسن مبني من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه على هذه القاعدة موالاة علي والبراءة من أعدائه هذا هو أساس البرنامج المهدوي من هنا من هنا فإن اليماني الذي هو مقدمة للحجة ابن الحسن أهم صفة فيه يوالي عليا أهم صفة فيه يوالي عليا تمهيد للقياده القادمه لقياده الكون القادمه فقائد الكون القادم يوالي عليا اساس برنامجه اساس مشروعه موالاه علي والبراءه من عدوه يا لثارات الحسين شعار حركي شعار عسكري هذا الشعار الحقيقي العقائدي موالاة علي والبراءة من عدوه يا لثارهت الحسين هذا الشعار المركزي الحركي وشعار اخر يا منصور أمت هذا شعار حركي فرعي الشعار الحركي المركزي يا لثارات الحسين الشعار الحركي الفرعي: يا منصور أمت، منصور هو الملاك القائد لملائكة بدر الذين ينتظرون ظهور القائم، أين ينتظرونه؟ في حرم الحسين، الروايات هكذا تقول ينتظرونه في حرم الحسين. حينما نسلم على الحسين في زياراتنا له من قريب او من بعيد. السلام عليك وعلى الملائكه الحافين بحرمك، الحافين بقبرك، المستغفرين لزوارك، هؤلاء هم. هؤلاء ملائكه بدر الذين نزلوا لنصره الحسين في عاشوراء ورفض الحسين اشتراكهم في المعركه فبقوا في كربلاء ينتظرون القائمه صلوات الله عليه كي يكون في جنده وعسكره وقواته فمنصور هذا له خصوصيه هذا القائد الملاك اكراما له هناك شعار خاص معنون باسمه وهو شعار من شعارات يوم بدر يا منصور أمت أعود إلى الشعار الرئيسي الاستراتيجي موالاة علي والبراءة من أعدائه هذا هو الاساس المتين للبرنامج وللمشروع المهدوي من هنا إمامنا الصادق يشير هذه الاشارة حينما يقول: كأني بشيعة علي هؤلاء هم حمله المثال المستانف كاني بشيعه علي في ايديهم المثاني يعلمون الناس لم يطلق على اهل العراق وصف الشيعه يعلمون الناس المستانف لانهم ما هم بشيعة للعترة هم شيعة المراجع كأني بشيعة علي في أيديهم المثاني يعلمون الناس المستأنف دقة دقيقة في كلماتهم صلوات الله عليهم صفحة 334 واربعه وثلاثين انه الحديث السادس عن جعفر بن يحيى عن ابيه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه كيف انتم لو ضرب اصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج اليهم الامام ثم يخرج اليهم المثال المستانف الامام يقول امر جديد على العرب شديد امر جديد على العرب شديد يطرح على العرب الشيعه كيف انتم لو ضرب اصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج اليهم الامام المثال المستأنف امر جديد على العرب شديد من هنا عليكم ان تعرفوا قيمه برامج قناه القمر لانها تعرض لكم دين العطر لا كما يقول لكم كذابو النجا من اصحاب العمائم الكبيره من ان الذي يعرض في قناه القمر هو دين الماسونية هذا هو دين العترة وهذه احاديث العترة لا تنصت لهؤلاء السفله الكذابين من اصحاب العمائم الابليسيه العباسيه الكبيره كيف انتم كيف أنتم لو ضرب أصحاب القائم الفساطيط في مسجد كوفان ثم يخرج إليهم المثال المستأنف أمر جديد على العرب شديد جزء من التمهيد لإمام زماننا أن نمهد أنفسنا كيف نمهد انفسنا له ان نمهد انفسنا بتثقيفها وبتعليمها ان نعلمها معارف اهل البيت وهذا ما تقدمه لكم قناه القمر تابعوا هذه البرامج وتعلموا ثقافه اهل البيت وتشربوا بمعارف اهل البيت لا تقضوا اوقاتكم مع خطباء المرجعيه السفله الذين لا يفقهون شيئا من دين اهل البيت خصوصا هؤلاء المشهورون هؤلاء لا يفقهون شيئا هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون هؤلاء يهرفون بما لا يعرفون احذروا من هذا الدين الذي يعلمونكم اياه هذا ما هو بدين العتره هذا دين السيستاني دين الخوئي دين محمد باقر الصدر دين مرتضى الانصاري هذا ما هو بدين الحجة ابن الحسن لا أطلب منكم أن تصدقوني أقول لكم اسمعوني ثم ارحموا أنفسكم وتأكدوا من صدق كلامي واضح من خلال كلماتهم الشريفه اولا هناك هدر وهدم لما عليه الواقع الشيعي الضال وهذا الضلال بسبب مراجع حوزه النجف وكربلاء مثل ما وصفهم امامنا الصادق في روايه التقليد في تفسير امامنا الحسن العسكري من انهم ضلوا هؤلاء المراجع واضلوا الشيعه ضلوا واضلوا الشيعه هذا هو الواقع الشيعي هذه القضيه الاولى اما القضيه الثانيه هناك برنامج جديد هناك المثال المستأنف المضمون الاجمالي لهذا المثال المستأنف تجفيف منابع الظلم فنحن يصدر منا ظلم لله وظلم لمحمد وال محمد وظلم لملائكه الله وظلم لانفسنا وظلم للاخرين من حولنا وظلم لخلق الله من الحيوانات وغير الحيوانات الظلم يصدر منا بكل اشكاله تاره بسبب جهلنا وتاره بسبب غفلتنا وتاره يصدر منا هذا الظلم باصرار وبتخطيط وبقصد ولهدف نريد الوصول اليه، على اي حال الظلم الصادر منا جميعا منا جميعا اتحدث عن بني البشر بشكل عام، واتحدث عن واقعنا الشيعي بشكل خاص فهذه الاحاديث التي قرأتها عليكم ناظرة بالدرجة الاولى الى الواقع الشيعي، تلاحظون المفردات بقضها وقضيضها هي مفردات شيعية صرفة فالكلام كله موجه بالدرجه الاولى الى الشيعه الى الذين يقولون نحن شيعه وفي الحقيقه ما هم بشيعه هم يرددون الكلام على السنتهم قد يكونون مخدوعين قد يكونون لا علم لهم من انهم مضحكه ومسخره على اي حال فان المضمون الاجمالي لبرنامج المثال المستانث هو تجفيف منابع الظلم تجفيف منابع ظلمنا فهذا الظلم الذي يصدر منا يصدر مني ويصدر منكم ويصدر من الاخرين على اختلاف انواع هذا الظلم هذا الظلم له مناشي له منابع برنامج المثال المستانف لتجفيف منابع هذا الظلم فالامر من جهه الامام يساوي صفر اتحدث عن الظلم الامام وهو الحاكم هل هناك من ظلم يصدر من جهته لا يوجد ظلم من جهه الامام الظلم من جهه الامام يساوي صفر الظلم من جهه القانون من جهه البرنامج من جهه المثال المستانف يساوي صفر فهذا قانون معصوم وضعه المعصوم اذن الظلم من جهه المقنن وهو الامام يساوي صفر الظلم من جهه القانون وهو المثال المستانف يساوي صفر الظلم من جهه اصحاب القائم واصحاب القائم على مراتب واتحدث عن النخبه الظلم من جهه اصحاب القائم انه انحسار للظلم الى اقصى حد ممكن لا يمكن ان اقول من ان الظلم من جهتهم يساوي صفر هذا الكلام ليس منطقيا لا هم بمعصومين ولا الاحاديث اخبرتنا بذلك الاحاديث اخبرتنا بوقوعهم في الظلم انهم سيقعون في ظلم مع امامهم سيعترضون على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا لا أتحدث عن عامة الشيعة. أتحدث عن خواص الإمام وعن النُخبة. سيعترضون على الإمام. وسيتركون الإمام في مقطع زماني معين. الروايات والأحاديث أخبرتنا ما أنا الذي أقول إنني أتحدث عن الثلاثمائة وثلاثة عشر أتحدث عن هؤلاء لا أتحدث عن الدوائر البعيدة عنهم هؤلاء سيعترضون على الإمام البرنامج ليس مخصوصا بهذا الموضوع ساستمر في حديثي المثال المستانف مضمونه تجفيف منابع الظلم من جهه الامام الظلم يساوي صفر من جهه البرنامج نفسه من جهه المثال المستانف الظلم يساوي صفر هذا معصوم وهذا قانونه قانون معصوم انتهينا خواص القائم خواص المعصوم بالنسبه لظلمهم سيكون منحسرا إلى أقصى حد ممكن أما بالنسبة للناس فإن الإمام سيوفر لهم العدل من خلال وجوده هو صلوات الله عليه ومن خلال قانونه المثال المستانف ومن خلال نخبه خواص اصحابه من خلال ذلك سيوفر العدل للناس اما ان عدله سيدخل الى جوف بيوتهم هكذا تحدثنا الروايات الشريفه سيدخل عدله إلى جوف بيوتهم إلى غرف نومهم عدل مبسوط سيدفع بالناس أن يقللوا ظلمهم لأنفسهم وظلمهم لبعضهم وظلمهم لإمامهم وظلمهم لربهم إلى أقصى حد ممكن. الأحاديث التي تقول من أن المهدي صلوات الله وسلامه عليه سينشر القسط والعدل في الارض مثل ما انتشر الظلم والجور من حيث هو فهو الحاكم العادل بدرجه كامله لا كما كان الذين يحكمون الناس من قبله هو الحاكم العادل بدرجه كامله وقانونه المثال المستانف قانون عادل كامل وزراؤه نخبته خواصه سيبذلون قصارى جهدهم ان يكونوا كما يريد صلوات الله وسلامه عليه قطعا بحدود امكاناتهم بحسبهم سيطبق البرنامج الى اقصى حد ممكن من قبل خواص الامام وبرعايه مطلقه منه صلوات الله وسلامه عليه رعايه معصومه كامله لكن هذا لا يعني ان اصحاب الامام سيصبحون معصومين سيكونون مسددين وسيكون التسديد لكل شخص منهم بحسبه سيوفر هذا البرنامج برعايه معصومه من الامام للناس سيوفر لهم العدل والامن والخير والرخاء وكل ذلك يدفع الناس ان يبتعدوا عن الظلم وعن الجور قطعا كل شخص بحسبه كل انسان بحدود مسؤوليته وبحدود الامكانات التي تتوفر لديه هذا هو المضمون الاجمالي للمثال المستانف تجفيف منابع الظلم وفي الحقيقه فان تجفيف منابع الظلم هو تجفيف للبرنامج الإبليسي. إذا المثال المستأنف تجفيف لمنابع الظلم في الواقع الإنساني. قطعا هذا البرنامج يتحرك في بداياته في واقعنا الشيعي وبعد ذلك يتحرك في الواقع الانساني عموما يتحرك في الواقع الكوني في سمائنا الدنيويه عموما وحتى في عوالم الغيب فان الامام سيعين قضاه من المؤمنين على الملائكه الملائكه من قطان عالم الغيب الروايات هي التي اخبرتنا بذلك من ان الامام سيعين قضاه من المؤمنين على الملائكه على الملائكه في عالم غيبهم حيثما هم في سماواتهم فتجفيف منابع الظلم في برنامج المثال المستانى هو في الحقيقه تجفيف لمنابع البرنامج الابليسي نذهب الى فاصل قال رسول الله صلى الله عليه واله سيأتي زمان على امتي لا يبقى من القران الا رسمه ولا من الاسلام الا اسمه يسمون به وهم ابعد الناس منه مساجدهم عامره وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنه واليهم تعود عن ابي خديجه قال قال ابو عبد الله الصادق صلوات الله عليه لا يخرج القائم حتى يخرج اثنا عشر من بني هاشم كلهم يدعو الى نفسه عن زراره عن امامنا الصادق صلوات الله عليه ينادي مناد باسم القائم قلت خاص او عام قال عام يسمع كل قوم بلسانه قلت فمن يخالف القائم عليه السلام وقد نودي باسمه قال لا يدعهم ابليس حتى ينادي في اخر الليل فيشكك الناس هناك مجموعه من منابع الظلم التي ترتبط بالنفس البشريه والتي سيجففها هذا البرنامج اتحدث عن المثال المستانف ساشير الى اهم هذه المنابع قطعا الوقت المتبقي من وقت الحلقه لا يكفي لذكرها جميعا ساشير الى بعضها واترك ما يتبقى منها لحلقه يوم غد ان شاء الله تعالى من منابع الظلم هذه اولا الجهاله ثانيا السفاهه ثالثا الجهل الجهاله خلل في البنيه العقليه السفاهة خلل في البنية الأخلاقية الجهل خلل في البنية العلمية والثقافية قطعا هذه من منابع الظلم عند الإنسان والإنسان قد يكون ظالما بسبب الجهالة بسبب السفاهة بسبب الجهل وهو لا يستشعر ظلمه الذي يمارسه والذي يصدر عنه قد يكون ظلما لربه قد يكون ظلما لإمامه قد يكون ظلما لنفسه قد يكون ظلما للذين حوله من اسرته من ارحامه من جيرانه من اصدقائه من زملائه في العمل من ومن ومن, ومن وقد يكون ظلمه لسائر مخلوقات الله الحديث هنا ليس عن الظلم ومراتبه وانما هو حديث اجمالي عن منابع الظلم لدى النفس البشريه الجهالة الجهالة حالة تهيمن على الإنسان بسبب ضعف في تكوينه العقلي السليم لا أتحدث هنا عن الجنون الجنون شيء آخر ذلك مرض عضوي انا اتحدث عن الجهاله التي هي مرض نفسي الجنون مرض عضوي اما الجهاله فانها مرض نفسي نقص وعيب شخصي الجهالة تكون في مواجهة العقل حيثما اشتد العقل السليم حيثما ضعفت الجهالة وحيثما اشتدت الجهالة وقويت حيثما كان العقل السليم ضعيفا بل لا وجود له سيكون عقلا مريضا سيكون عقلا مصابا سيكون عقلا جريحا وفي الحقيقه العقل المريض والعقل المصاب والعقل الجريح هو انعدام للعقل فالعقل اما ان يكون سليما واما ان لا يكون سلامه العقل بمثابه وجوده فليس هناك من عقل مريض العقل اذا صار مريضا فما هو بعقل لماذا لان العقل ميزان والميزان اذا صار معيبا فما هو بميزان هذا شيء اخر الميزان المعيب اتحدث عن ميزان مادي اذا كان معيبا هل يستعمله احد اذا كان يريد ان يزن الامور الماديه بشكل صحيح لن يستعمله احد العقل كذلك العقل اذا كان مريضا اذا كان جريحا اذا كان معيبا فما هو بعقل حينئذ سنخرجه من دائره الاعتماد لا يحسب عليه باي نحو من الانحاء الجهاله في مواجهه العقل حيثما اشتد العقل وتجلت سلامته حيثما اندحرت الجهاله قد تندحر بالكامل وقد تبقى موجوده لكنها ستختفي تحت وهج سلطه العقل اتحدث عن العقل السليم لكنها قد تعود تاره اخرى على اي حال حكايه الجهاله مع العقل حكايه طويله مفصله انها حكايتنا حكايه بني ادم حكايه الادميين فهناك الجهاله التي هي في مواجهه العقل وهناك السفاهه التي تدمر البنيه الاخلاقيه للانسان لان السفاهه ستكون مضاده للحكمه والاخلاق الفاضله اساسها الحكمه الرذيله اساسها السفاهه كل خلق كريم اساسه الحكمه وكل خلق اللئيم اساسه السفاهه. السفاهه في مواجهه الحكمه. فحينما تكون السفاهه مسيطره على الانسان هذا يعني ان البناء الاخلاقي لذلك الانسان قد تهاوى وانتهى. الجهل الجهل يكون في مواجهة العلم حينما يهيمن الجهل ان كان جهلا بسيطا من ان الانسان جاهل ويعلم انه جاهل او كان جهلا مركبا وهنا الطامة الكبرى حينما يكون الانسان جاهلا ولا يعلم انه جاهل يعتقد انه عالم الطامه الكبرى هنا طامه اصحاب العمائم هنا اصحاب العمائم جهال الى ابعد الحدود وهم يعتقدون انهم علماء والمشكله ان الامه تعتقد ذلك فيهم تعتقد انهم علماء مراجع حوزه النجف اذا اردنا ان نضع لهم درجه ترتبط بعلمهم بمعارف الكتاب والعتره فهم دون الصفر ولكن الامه تعتقد من انهم علماء الكتاب والعتره لا شأن لنا بهؤلاء فليذهبوا إلى الجحيم بجهلهم وجهالتهم وسفاهتهم ما هو الواقع الشيعي هكذا منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف وإلى يومنا هذا إلى هذه اللحظة حوزه مضحكه مرجعيه مضحكه وشيعه اتباعهم مضحكه الذين ماتوا من اجدادنا وابائنا كانوا مضحكه ونحن من بعدهم لازلنا مضحكه رجاء اتحفونا اتحفونا بالوثيقه الديخيه كي يتذكر الشيعه واقعهم ورحم الله امرئا عرف قدر نفسه وهذا هو واقع الشيعه ما اجيب الاسماء واحد قال لي على شنو مستحجب. انا شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه الي قال توصل إيه؟ اطمئن تركبهم يعني مش ايش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ والله نف عباره واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مش داعي اقول لك يعني خلاص ما الماردون خلاص أعاميش، شو ميقول في خلاص وكيف حركة صندوق؟ فقش، ديق عربي فقش، والناس عبارت. كنا على تفه، وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء، عرفنا؟ قال اركب مثل ما ركبنا، ضايق ولا شيء؟ لا مو علمي جمالي، هذا واقع واقع الشيعة، لا في الواقع الشيعة هذا والله هذا واقع الشيعة بسبب الجهالة والسفاهة والجهل التي أسسها فينا مراجع حوزة الطوسي منذ ان تأسست والى هذه اللحظه ابتعدنا عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لقد ظلمنا إمام زماننا وظلمنا محمداً وآل محمد كثيراً على المستوى العقائدي وعلى المستوى التفسيري وعلى المستوى المعرفي وعلى المستوى الثقافي وعلى المستوى الطقوسي فضلا عن الظلم الكبير الذي نمارسه في ان ننسب هؤلاء الجهال اليهم اتحدث عن المراجع الكبار فان الشيعه تصفهم بانهم نواب لصاحب الزمان من انهم نواب لمحمد وال محمد اي ظلم هذا بحق امام زماننا ان ننسب اليه اناسا جهالا لا يفقهون شيئا من عقائدهم ولا من دينهم قد يعلمون امورا كثيره لكنها لا صله لها بدين محمد وال محمد قد يعلمون امورا كثيره بخصوص دينهم الذي صنعوه لقد صنعوا دينا جاؤونا به من سقيفه بني ساعده هذه هي الحقيقه المقشره من الاخر اعود الى منابعي الظلم وقد اشرت الى ثلاثه منها الجهاله السفاهه الجهل كيف سيتعامل المثال المستانف البرنامج المهدوي مع هذه المنابع مع منابع الظلم هذا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق للشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة سبعمية واثنين الحديث الثلاثون بسنده عن ابن أبي يعفور عن مولى لبني شيبان عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم كمال الأحلام إزاحة للسفاهة وجمع العقول إزاحة للجهالة إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم قطعا هذا الجمع للعقول وهذا التكميل للاحلام لن يكون للجميع بدرجه واحده الذي سعى زمان الهدنة تمام السعي واستطاع أن يجعل عقله وأن يجعل حكمته بدرجة عالية لا يمكن أن يعامله القائم مثلما يعامل شخصا سفيهاً السفيه سيصل اليه شيء من تكميل الاحلام وسيصل اليه شيء من تجميع العقول ولكن بحسبه فالعطاء يكون بحسب القابل بحسب الوعاء يا كميل القلوب اوعيه وخيرها اوعاها اوعاها اكبرها اعظمها يا كميل القلوب اوعيه كلام الامير صلوات الله وسلامه عليه يا كميل القلوب اوعيه وخيرها اوعاها فالعطاء يكون مناسبا للوعاء العطاء بقدر القابل اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم هناك مستوى عام ستشترك فيه جميع العقول والاحلام هناك مستوى عام لا بد ان يتوفر وهو الحد الادنى من معايشه الناس للبرنامج الجديد ولكن تبقى مراتب العقول ومراتب الاحلام مختلفه من شخص لاخر هذا اذا اردنا ان ندخل في التخصص اذا اردنا ان ندخل في جو الاسرار اذا اردنا ان نصل الى مستوى النخبه فالعقول مراتب والاحلام درجات اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم هناك مستوى من مستويات الادراك العقلي ومستوى من مستويات الحكمه الاخلاقيه لا بد ان يتوفر للجميع حتى يستطيع البرنامج ان يتحرك بشكل سلس هذا المستوى سيتحقق لجميع الناس لجميع الخلق حتى للحيوانات فان طباع الحيوانات ستتبدل ستتغير ستاتينا الروايات شيئا فشيئا في الحلقه القادمه وما بعدها فهناك مستوى من التغيير لا بد ان يتحقق وهذا سيكون تغييرا تكوينيا الروايه هنا تشير اشاره الى ذلك اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فهل ان الامام سيضع يده على راس كل شخص هذا الكلام ليس سليما المراد هنا من هذا التعبير من ان الامام بولايته بحاكميته التكوينيه والتشريعيه فانه سيجعل العقول والاحلام التي هي الحكمه الاخلاقيه سيجعل ذلك مرتقيا بمستوى معين يسمح لبرنامجي المثالي المستأنف يسمح له بالحركه التطبيقيه والعمليه في الواقع الشيعي اولا وفي الواقع الانساني عموما ثانيا هذا هو السر في تجميع العقول وتكميل الاحلام. اذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم. هناك عمليه جمع لقدره التركيز والتامل والتفكر والتدبر والتفهم في العقل الانساني. لأن أمير المؤمنين هو الذي يقول: ألا لا خير في علم ليس فيه تفهم، التفهم عملية تركيز للفهم وعملية تدرج في مراتب الفهم وإنما يترقى الإنسان في مراتب الفهم ويتدرج اذا ما ركز ورسخ فهمه في المرتبه الدنيا فبعد ذلك يرتقي الى المرتبه التي هي اعلى منها وهكذا حتى يصل الى المرتبه الاعلى الا لا خير في علم ليس فيه تفهم الا لا خير في قراءه ليس فيها تدبر التدبر كالتفهم بحاجه الى تركيز الى ترسيخ وهو ايضا تفعل هو ترقي وتدرج والامر هو هو الذي اشرت اليه قبل قليل في معنى التفهم يجري هنا في معنى التدبر وهو هو يجري في معنى التفكر الا لا خير في عباده ليس فيها تفكر فجمع العقول وتكميل الاحلام حركه بهذا الاتجاه لذا فان الذين في زمان الغيبة يتحركون ويعملون ويمهدون عقولهم ونفوسهم واخلاقهم لاجل ان يكونوا مهيئين لبرنامج امام زمانه سينالهم من التوفيق في ارتقاء عقولهم وتكميل احلامهم سينالهم ما ينالهم ما هو اكثر من الذي سيكون عليه حال اولئك الذين لا يتحركون ولا يعملون ولا يمهدون نفوسهم وعقولهم لامام زمانهم. هناك عدل في العطاء وفي الوقت نفسه هناك حكمة فإن العطاء يكون بقدر القابل فهذا الذي تتحدث عنه هذه الرواية الشريفة لا بد أن يفهم وفقا لهذه الموازين ولهذه المقاييس إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت بها أحلامهم وهذا المضمون هو هو في كتاب الخرائج الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي هذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي وهذا هو الجزء الثاني صفحة 840 الحديث السابع والخمسون بسنده عن ابي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وأكمل بها اخلاقهم الكلام هو هو هنا في الحديث عن ابن ابي يعفور عن مولى لبني شيبان عن امامنا الباقر وانا اقرا من كمال الدين وتمام النعمه فجمع بها عقولهم وكملت بها احلامهم ومثل ما قلت لكم الاحلام تشير إلى الحكمة الأخلاقية والحكمة الأخلاقية في مواجهة السفاهة التي حدثتكم عنها قبل قليل الرواية في الخرائج والجرائح فجمع بها عقولهم وأكمل بها أخلاقهم نذهب إلى فاصل عن داوود ابن كثير الرقي, الرقي قال قلت لابي عبد الله امامنا الصادق صلوات الله, الله عليه, عليه ما معنى السلام على رسول الله, الله فقال, فقال ان الله تبارك وتعالى, وتعالى لما خلق, خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه, وابنيه وجميع, وجميع الأئمة, الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه لازلت اقرا من كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق صفحه 681 انه الحديث السابع عشر بسنده عن إمامنا الباقري عن ابائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن صاحب الامر لا اريد ان اقرا الحديث كله وانما ساذهب الى موطن الحاجه من الحديث الشريف امير المؤمنين يقول اذا هز رايته صاحب الامر قائم آل محمد إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زُبر الحديد من قطع الحديد وأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم الموتى ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه هذا السؤال كثيرا ما يوجه إلي، ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن تهدى للأموات، حينما أُسألُ في الحقيقه اجيب بالاجابات التي يرتاح الناس لها هم هكذا يريدون يريدون ان اجيبهم ان يقراوا القران مثلا واهدوا ثواب قراءه القران لهذا الميت وهذا شيء حسن وورد في الروايات انا لا انكر هذا اعمال الخير على اختلاف انواعها ان يؤتى بها وان تكون النيه ان يهدى ثوابها لهذا الميت لذاك الميت الكلام صحيح والجواب صحيح لكن الذين يسالون يسالون عن افضل عمل يهدى للميت افضل عمل يهدى للميت ما كان مرتبطا بخدمه امام زماننا هذا هو العمل الافضل. والله اني لاتاسف كثيرا ولكن الامر ليس بيدي اني لاتاسف كثيرا على الشيعه الذين يموتون وتدفع الاموال لقضاء صلواتهم وقضاء صيامهم والمصلي الذي يصلي من دون ذكر الشهاده الثالثه في التشهد الوسطي والاخير وبعنوان الوجوب القطعي هذه صلاه باطله وإذا بطلت الصلاة بطل الصيام فأنتم ترسلون لموتاكم صلاة باطلة وصياما باطلا المصلي الذي يصلي صلاته الواجبة أداء في وقتها قضاء عن نفسه قضاء عن غيره اذا لم يذكر الشهاده الثالثه في التشهد الوسطي والاخير بعنوان الوجوب القطعي فان صلاته باطله 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 ولا تنفعه فتاوى مراجع حوزه الطوسي ان يقول من انني اتمسك بفتاوى المرجع الذي اقلده هذه صلاه باطله لان المرجع اساسا هو الاخر صلاته باطله فتاواه ستكون باطله اعماله باطله فأنتم تدفعون الأموال لصلاة باطلة ولصيام باطل لاحظوا ماذا يقول أمير المؤمنين أمير المؤمنين يقول من أن الفرحة ستصل إليهم ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره في قلبه في بعض النسخ إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون الموتى في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه الشيعي حينما يموت سيصيبه الندم من انه ما قدم خدمه لامام زمانه حينما كان حيا اكثر شيء سيندم عليه الشيعي في قبره هو هذا من انه ما قدم خدمه لامام زمانه ويتمنى ان يعود الى الدنيا كي يقدم خدمه لامام زمانه ما نحن نقول اننا جعفريون اننا شيعه للصادق جعفر صلوات الله عليه ما هو هو الذي يقول لو ادركته لو أدركت القائمة أدركت أيام إمامته لو أدركته لو أدركت أيام ولادته وأيام إمامته وأيام غيبته لو أدركته لخدمته أيام حياتي هذا كلام صادق أفضل عمل يهدى للميت هو العمل الذي فيه خدمة لصاحب الامر. أنا أعلم وأعلم جيدا أن هذا المنطق لا تتذوقه الشيعة. الشيعة يريدون أن يطبخوا طعاما. الشيعة يريدون ان يصلوا صلاه كثيره يهدى ثوابها لهذا الميت من دون ذكر علي صلاتكم باطله وطيح الله حظكم وحظ صلاتكم لانكم تتبعون مراجع طايح حظهم يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاه بذكر علي صلوات الله وسلامه عليه تريدون ان تنفعوا انفسكم انتم الاحياء وانتم اولى من الموتى تريدون ان تنفعوا امواتكم غايه النفع وغايه الفائده في العمل الذي يكون خدمه لامام زماننا وافضل العمل لخدمة إمام زماننا إحياء أمره هذا هو أفضل العمل ستموتون وتندمون يا أيها الشيعة ستموتون وتندمون تندمون أنكم ما قدمتم خدمة لإمام زمانكم نحن ملاذنا الاول والاخير امام زماننا بدايتنا نهايتنا عند امام زماننا ديننا عقيدتنا امام زماننا الواجب علينا ان نكون في مقام الخدمه لامام زماننا في ليلنا ونهارنا قطعا بحدود امكاناتنا بقدر ما نستطيع. انا اقول لكم عن خبره وعن خدمه طويله اتمنى اتمنى ان امامي يقبلها. انا ادعي انني في مقام الخدمه له لكنني لا اعلم هل ان امامي يقبل خدمتي او لا انا احدثكم عن خبره طويله عن عمر افنيت ما افنيت من في هذا الطريق احدثكم عن علم هو اوسع من علمكم بثقافه العتره وبحديثها احدثكم عن علم بحدود في قرآنهم ومعارفهم وأحاديثهم وحق الزهراء أحدثكم صادقا وأحدثكم مخلصا وإن كنت أعلم أن هذا الحديث لا يأتي منسجما مع مزاج الشيعة الذي تعلموه من اولئك الثولان من اصحاب العمائم الكبيره انهم ايات الشيطان العظمى الذين ما علموا الشيعة الا الخيبة والا الفشل والا الضلاله والا سوء الحظ العمل الذي ينجيكم ويوفقكم والعمل الذي يسعد موتاكم الخدمة لإمام زماننا حتى لو كانت لثوانٍ لو كانت لثوانٍ ستسعدهم إحياء أمر الحجة ابن الحسن إحياء أمره هو هذا العمل الذي فيه نجاتي ونجاتكم. هذا هو العمل الذي سيدخل السرور على قلوب موتاكم في قبورهم. في دعاء شهر رمضان من الادعيه اليوميه: اللهم ادخل على اهل القبور السرور هو هذا. هذا من ادعيه الفرج ماذا تقرؤون فيه اللهم اشفي كل مريض متى يتحقق هذا يتحقق هذا في عصر الظهور قبل عصر الظهور هل يمكن ان يتحقق هذا المعنى ان يشفى كل مريض هذا المعنى لا يتحقق الا على يد امام زماننا، ماذا تقرؤون فيه؟ اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، امور المسلمين من فساد الى ما هو افسد، خصوصا نحن شيعه العراق. نحن شيعه العراق من فساد الى ما هو افسد في جميع المستويات في المستوى الديني العقائدي في المستوى الديني الفتوائي في المستوى الاجتماعي الاخلاقي في المستوى الاقتصادي في المستوى السياسي حكام فاسدون ومراجع فاسدون وواقع فاسد من اوله الى اخره اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين هذا لا يتحقق الا عند ظهور الحجه ابن الحسن الدعاء في اوله اللهم ادخل على اهل القبور السرور هذا السرور في اوضح معانيه يكون عند ظهور الحجه ابن الحسن الروايه تشير الى هذا امير المؤمنين يتحدث عن هذا ولا يبقى ميت الا دخلت عليه تلك الفرحه في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه في زمان الغيبه اذا اردت ان تدخل السرور على قلب الميت ادخل السرور عليه بخدمه لامام زمانك تهدي ثوابها لذلك الميت او انك تقوم بها نيابه عنه لقد ضحك عليه مرجعه وجعله يصلي صلاه باطله ويصوم صياما باطلا واسس له دينا من تقليد ومرجع وخمس وصلاه باطله وصيام باطل وحج باطل وذهب على هذا الحال الى قبره مرجعه لم يعلمه ان الخدمه الافضل هي خدمه الحجه ابن الحسن ان العمل الافضل احياء امر الحجه ابن الحسن مثلما يريد الصادق ان نتعلم منه هو الذي يقول صادق العتره الروايه في كتاب غيبه النعماني في هذا الكتاب لو أدركته لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي أسعدوا موتاكم بهذه الثقافة وأسعدوا أنفسكم ما أعتقد تنعدلون هي شغلة عوجه هو ذيل الشليب بشيء عدل ذيل تشلي بشيء عدل شيء عدل إن الغصون إذا قومتها اعتدلت هذا في البدايات ولا يلين إذا قومته الخشب نذهب إلى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ان الله كان اذ لا كان فخلق الكان والمكان وخلق نور الانوار الذي نورت منه الانوار واجرى فيه من نوره الذي نورت, نورت منه, منه الأنوار, الانوار وهو النور, النور الذي خلق منه محمدا وعليا, وعليا فلم يزالا نورين اولين اذ لا شيء كون قبلهما, قبلهما فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة, الطاهرة حتى افترق في أطهر طاهرين, طاهرين في عبد الله وأبي طالب, طالب صلوات, صلوات الله, الله عليهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كما يحدثنا باقر العلوم صلوات على باقر العلوم كما يحدثنا باقر العلوم فالامير يقول اذا هز رايته صاحب الامر قائم ال محمد اذا هز رايته اضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد عمليه تكميل للعقول وللاحلام فلا يبقى مؤمن الا صار قلبه اشد من زبر الحديد هذا تغيير في الطبيعه النفسيه والاخلاقيه هذا مصداق من مصادق تكميل الاحلام للمؤمنين هذا سيكون للمؤمنين الذين كانوا في مقام الخدمه والعمل المتواصل زمان الغيبه القانون واضح من ان الايمان في يوم الظهور لن يكون نافعا لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا القانون هو هذا الايمان النافع الذي يكون في الغيبه قبل الظهور والعمل النافع الذي يكون في الغيبة قبل الظهور إنه التمهيد لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل من قبل الظهور أو كسبت في إيمانها خيرا قبل الظهور فلا يبقى مؤمن الا صار قلبه اشد من زبر الحديد هذه القلوب التي امنت قبل الظهور قبل قليل قلت لكم من ان الامام حين يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم ويكمل احلامهم لن يكون هذا بدرجة واحدة مع الجميع هناك مستوى سيتساوى فيه الجميع وهو المستوى الذي اذا لم يتوفر فان برنامج المثال المستأنف لن يتحرك بشكل سلس هذا المستوى سيتحقق للجميع وهو تحقق تكويني بحكم ولايه قائم ال محمد اما المراتب والدرجات بحسب عدله وحكمته فان الامر سيكون مختلفا كل شخص بحسبه ان كان من الشيعه او كان من غير الشيعه إن كان من العاملين زمان الغيبة أم لم يكن ومن هنا فإن الرواية تتحدث عن هذا ماذا قالت الرواية كلام الأمير صلوات الله عليه إذا هز رايته أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن هذا المؤمن الذي امن زمان الغيبه والا فقانون الايمان هو هذا عند الظهور لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا هذا هو القانون الذي سيكون عليه العمل حين ظهور الامام صلوات الله وسلامه عليه ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد وأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا هذا تغيير في الأخلاق وتغيير في الطبائع ولا يبقى ميت حتى الأموات فإن البرنامج ستصل اثاره اليهم. ولا يبقى ميت الا دخلت عليه تلك الفرحه في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه. هنيئا لنا اذا وفقنا ونحن في حياتنا ان نقدم خدمه لإمام زماننا في غيبته ولو لدقائق بإخلاص ونأخذ هذه الدقائق معنا إلى قبورنا. ستكون تلك الدقائق سبب سعادتنا في قبورنا وسبب أماننا. خذوها من شخص قضى حياته في خدمة حديثهم هذا الذي أقوله لكم زبدة من خدمة طويلة في فناء قرآنهم وحديثهم عقود من الزمان عقود عقود من الزمان هذه زبدة وخلاصة أضعها بين أيديكم حاولوا ان تخدموا امام زمانكم قبل موتكم ولو لدقائق ولو لدقائق تريدون ان تعرفوا كيف تخدمون امام زمانكم عودوا الى برامج عودوا الى برنامج الامان الامان يا صاحب الزمان عودوا الى مجموعه حلقات اعرف امامك هذه المجموعه من الحلقات تضع بين ايديكم برنامج نجاه ليس لان البرنامج انا قدمته انا لا قيمه لي صدقوني لا اقولها للمجامله او للتواضع امام المشاهدين وحق الحسين انا لا قيمه لي القيمه لمعارفهم والقيمه لحديثهم ان تقضوا وقتا في دراسه هذه الحلقات اتحدث عن مجموعه حلقات اعرف امامك انكم تقدمون خدمه لانفسكم وفي الوقت نفسه هي خدمه لامام زمانكم لانكم تقومون بعمل تمهيد في انفسكم تعلموا عقائدكم واخدموا امام زمانكم لدقائق باخلاص وخذوا هذه الدقائق معكم الى قبوركم ستكون تلك الدقائق سببا لنجاتكم وسببا لسعادتكم وانا اقول للذين يريدون ان يقدموا الى موتاهم افضل عمل يسعدهم خدمه امام زمانكم أدوا هذا العمل نيابة عنهم. حتى إذا ما زرتم قبورهم حدثوهم عن إمام زمانهم. لقد ماتوا وما حدثهم أحد. حدثوهم حدثوهم عن إمام زمانهم. لا تذهبوا إلى قبورهم تتحدثون معهم من أنكم في حالة حزن عليهم. تتحدثون معهم لأنهم يسمعون حديثكم يسمعون حديثكم لا تتحدثون معهم من أنكم في شوق إليهم من أن الامر الكذائي قد صار هكذا حدثوهم عن امام زمانه هذا هو الحديث الذي يسعدهم لانهم نادمون نادمون ان خرجوا من الدنيا وما قدموا خدمه لامام زمانه الصلاة لا تنفعهم الصيام لا ينفعهم صدقوني الا اذا كانت الصلاة في طريق خدمة امام زمانه الا اذا كان الصيام في طريق خدمة امام زمانه هذا هو الذي يدخل السرور عليه وهذا هو الذي يقربكم من الزهراء الزهراء هي التي تعطيكم شهاده طهارتكم لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولايتك يا زهراء هكذا نخاطبها في زيارتها الشريفه لنبشر انفسنا بانا قد طهرنا بولايتك يا زهراء شهاده طهارتنا تصدر من مكتب الزهراء صلوات الله عليها وليس من مكتب مرجعكم الاثوال شهاده طهارتكم تصدر من مكتب الزهراء تريدون ان تدخلوا السرور على الزهراء فاخدموا امام زمانكم ولكن لن تستطيعوا ان تخدموا امام زمانكم من دون ان تعرفوا عودوا الى مجموعه حلقات اعرف امامك ماذا اقول لكم وماذا اشرح لكم أعيد قراءة الرواية عليكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إذا هز رايته صاحب الأمر أضاء لها ما بين المشرق والمغرب ووضع يده على رؤوس العباد فلا يبقى مؤمن إلا صار قلبه أشد من زبر الحديد وأعطاه الله تعالى قوة أربعين رجلا ولا يبقى ميت إلا دخلت عليه تلك الفرحة في قلبه وهو في قبره وهم يتزاورون في قبورهم ويتباشرون بقيام القائم صلوات الله عليه مثلما يتباشرون فيما بينهم فإنهم يتباشرون بحديث الأحياء معهم عن القائم صلوات الله عليه. يفرحون لذكره. القائم فرحة الزهراء ولذا أسلم عليه في بداية كل حلقة. سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها. سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها وقت الحلقة صار طويلا ومنتهى كلامي سلام على الزهراء وسلام على فرحة الزهراء قائم آل محمد نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله